الجمعية، لكن أولا وزارة التضامن الأسرة والتنمية الاجتماعية ضمن الخطة الحكومية للمساواة إكرام أعطت مساحة كبيرة جدا للتمكين الاقتصادي للمرأة المغربية، وانطلقت من الأرقام الموجودة اللي هي أرقام مهمة طبعا لكن تحفزنا للاشتغال مع جميع العاملين في الميدان للرفع من نسبة المقاولة النسائية التي تساهم بدورها في المعدل العام للنمو بالمغرب، وكذلك تساهم في سوق الشغل وتساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية بشكل عام، و تضخ يعني العمل المهم في الدورة الاقتصادية بالمغرب. لذلك نحن اليوم وقعنا اتفاقية مهمة جدا مع لافام اللي هي جمعية النساء المقاولات المغربيات من أجل أولا النهوض بمجال المقاولة النسائية، وكذلك اعطاء دفعة قوية للحاضنات والميسرات اللي هو اختصاص في الواقع لهذا الاتحاد او لهذه الجمعية. الان جائزة التمييز كذلك موضوعها اليوم هو المقاولة النسائية، اذا هذه السنة يمكن ان نتحدث عن سنة للمرأة المغربية في مجال المقاولة النسائية، حيث نحقق التقائية بين المجهودات الحكومية والمجهودات المدنية لصالح المرأة المغربية.